فائزة من ضمن 12 فائز في مسابقات السباق نحو الفضاء التي تنظمها جمعية المغرب العلمي بشراكة مع السفارة الأمريكية بالمغرب. كان عندي الحظ في أنني نفوز فيها مع الأصدقاء ديالي ب 12 بهم. المشروع ديالي كان عبارة عن فيديو تحدثت فيه على واحد المرض كيقيس الشرايين اللي سميتو الاثيروسكليروزيس او الاثيروسكليروز اون فرونسي. من خلال هذا الفوز ديالي غادي نقدر نمشي لوكالة الفضاء ناسا بولاية هانتسفيل الاباما، وايضا رحلة ثقافية لواشنطن دي سي العاصمة. غادي نقدر انني نحصل على تدريب هو نفس التدريب اللي كياخذوه لي زاسترونوم. غادي نعيش واحد التجربة ديال رائد فضاء وغادي نعيش حياة ديال رائد فضاء. اعتقد انه السباق نحو الفضاء غادي يكون فرصة زوينة انه يدعمني في ما كارير سيانتيفيك، وعشت الاكسبيريونس ديال انني نكون في مستشفى من خلال التصوير ديال لا فيديو اللي صورته في مستشفى، ومن خلال الفوز ديالي في هذه المسابقه غادي نمشي لنازا وغادي نعيش تجربه رائد فضاء. وعلاش لا، يوما ما هاد جوج ديال لي اكسبيريونس غادي ندمجوا وغادي تكون اسراء النصيري من مدينه بركان طبيبه في المريخ. اليوم متواجدين في بيت تلميذه اسراء النصيري، التلميذه اللي حصلت على يعني نجحت في المسابقه ديال اللي كتنظمها وكاله ناسا الامريكيه. واليوم حنا جينا يعني بتعليمات من السيد عامل اقليم بركان باش يعني نكرموا هذه التلميذه هذه ونحفزوها والتميز ديالها، وعلى يعني ويكون كتشجيع يعني ليها والاب الوالدين ديالها باش انها تمشي يعني بعيد في المسيره ديالها يعني في هذا المجال هذا. في الحقيقه نحن جد سعداء بتواجدنا اليوم في المنزل ديال النصيري اسراء، تلميذه اللي غادي تشارك في مسابقه ديال لانازا. من هذا المنبر كذلك كنوجه الشكر لكافه الاطر الاداريه والتربويه بالاقليم على تفانيها في العمل وعلى وقوفها دائما بجانب التلميذ من اجل تحفيزه ومن اجل تجويد تعلماته ومن اجل مساعدته على يعني تسطير مساره الدراسي وتحديد هدفه ومستقبله.